لو الناس فهمت، لو الناس فهمت، الناس مين؟ الناس كلها، الناس اللي هي كل شرائح المجتمع عرفت الحكاية، صدقوني هتبقى داعمة، هتبقى قادرة، هتبقى صامدة، هتبقى صابرة في دعم المسار اللي احنا ماشيين بيه. والحقيقة دي مش عايز أقول تجربتي، لكن أنا كنت حريص جداً خلال الوقت اللي أنا بقيت فيه مسؤول معاكم، بقول معاكم مش عليكم، بقيت مسؤول معاكم عن الدولة دي، إن أنا أتكلم معاكم بكل صراحة وبكل شفافية، وما خبيتش عنكم حاجة أبداً من أول يوم ولغاية دلوقتي، وهنستمر كده. فمهم قوي إن إحنا نخلي الناس كلها تبقى شايفة معانا، وما نقولش إن إحنا بس يعني المفكرين فقط هم اللي عارفين، المثقفين فقط هم اللي عارفين، المسؤولين فقط هم اللي عارفين. لا، المواطن المصري البسيط ذكي ولماح ومسؤول. فأرجو إن إحنا يعني نستمر، والموضوعات اللي إحنا محتاجين نتكلم فيها أكتر، والحالة ديت حالة أنا بقول بأقدرها وبسجل تقديري واحترامي لكل رأي ولكل مشارك فيها. بصراحة بسجل كل تقديري واحترامي لكل من شارك واللي هيشارك إن شاء الله مستقبلا.